أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا لم أجد مساكين كي أعطيهم كفارة يمين مع وجود المال، هل يجوز الانتقال إلى الصيام؟ لا، ما يجوز، لأنه إذا ما وجدت في البلد لا تجد في بلد آخر، أو توصي واحد من إخوانك في بلد آخر يطعم عنك أو يكفر عنك في البلد الذي فيه مساكين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.